الأحبة، رح نتوقف بهاللحظات مع كلمتين على الماشي للأب فادي ثابت. عمهلك وقف لحظة واسمع هالكلمتين على الماشي. بحياتنا مننبش على الإنسان الصديق. كلمة صديق صارت بمتناول الناس، ومرات كتير منقول إنه فلان صديقي وفلان صديقي، ومنعدد الأصدقاء ومنخلط بين الصديق وبين الرفيق، بين الصديق وبين الزميل. إنما كلمة صداقة هي كلمة كتير عميقة، وكلمة صداقة بتحمل التضحية، بتحمل الصدق، بتحمل الإخلاص، وفيها معاني كتير كبيرة مش أي إنسان بيستحق إنه نسميه صديق. مشان هيك كلمتين على الماشي بدها تقلك الصديق الحقيقي الوفي هو أول شخص بيشوف الدمعة بعيونك، وبيلتقط الدمعة التانية، وبيمنع الدمعة التالتة إنه تسقط. هيدا هو الصديق، والله معك. عمهلك وقف لحظة واسمع هالكلمتين على الماشي.